أخ يقول نسمع لدروس محمد صالح من الجد، قلنا هذا الرجل يعني يمدح كتب السيد قطب رحمه الله، طيب فننصحكم باجتناب من كان مثل هذا حاله، إن كان حاله مثل هذا فالابتعاد عنهم، لأن بعضهم يهيج على تكفير الحكام، يهيج بارك الله فيكم الشباب على الثورات وعلى الانقلابات، فأي شخص هو يدعو إلى مثل هذا فاجتنبوا دروسه، الله المستعان. عنده بعض الرسائل هي بعضها ما فيها تحديث على مثل هذه الأمور، لكن الحمد لله استفيدوا من غيره، مثل الشيخ الفوزان، الشيخ صالح المحيدان، الشيخ العباس وآل الشيخ، وهكذا الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ ماذا عبيد الجابري، الشيخ البخاري، إبراهيم الرحيلي، وهكذا من علماء اليمن، الشيخ الإمام.